l'ingénieur تاعنا. هنا سي لو سيستيم دونك كيفاش راحين نتعاملوا مع طلبات رخصة السياقة البيومترية. دونك طلبات رخصة السياقة البيومترية تحول من مديرية النقل على مستوى كل ولاية إلى البلديات المعنية. حنا وضعنا حيز الخدمة هذا النظام من طرف المهندسين تاعنا ديجا ياسين هنايا اللي تسمح بحجز المعلومات الموجودة في جدول الإرسال. هنا بمديرية السندات والوثائق المؤمنة تصار إطارة جزائرية بعضها أمنية على إنتاج رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بالتنقيط التي شرع رسميا في توزيعها الفاتح من هذا الشهر عبر 4 بلديات بالعاصمة، والبداية مع مركز المعطيات. فبعد تجميع البيانات يبدأ العمل. المعالجة الأولية نقوم بمعالجة الملفات بالنسبة للمواطنين الحاصلي على رخصة سياقة جديدة، وبالنسبة لمعالجة الملفات بالنسبة للمواطنين الذين يقوم بإضافة صنف للرخصة تاعهم، سادير اجو دو كاتيغوري. مديرية النقل تقوم بإرسال الملفات للمواطنين الناجحين في رخص السياقة، وحنا نقوم بعملية معالجة هذه الملفات على مستوى بلديات على مستوى البلديات، حيث يقوم هذا النظام بمعالجة هذه الملفات وتحضير المعلومات اللي يتم استغلالها من طرف الجيشي الإلكترونيك ولا الشباك الإلكتروني في لأخذ المعلومات البيومترية للمواطن. من أهم مراحل معالجة البيانات معالجة الصورة حتى تتوافق والمعايير الدولية. إذا كانت مطابقة لهذه المعايير نقبلها مباشرة، لا تستحق أي تصحيح. وهناك أحيانا تأتينا صور غير مطابقة لهذه المعايير نقوم بإلغائها مباشرة، فالمواطن يجب عليه أن يعود إلى البلدية لإعادة تصوير ليصور إعادتها. أيضا يتم مراقبة البصمة وتعديل بعض الشوائب خاصة لكبار السن. معالجة الملفات العالقة على مستوى النظام الآلي للتعرف على البصمات أفيس، وذلك لرداءة البصمات، وعادة ما تتعلق بأشخاص كبار السن أو بأشخاص يصعب رفع بصماتهم، وهنا يتدخل الخبير في وضع النقاط الفريدة على البصمات وذلك من أجل تحسين نوعيتها. الوثيقة مؤمنة بشكل عال جدا، لا مجال فيها للتزوير. البصمة تقعد في احتكار الدولة الجزائرية اونيكمون اون الجيري اللي نقدروا نكسيديولها. بعد معالجة البيانات وتحميلها على واجهتي الرخصة يتم شخصنة البطاقة البيومترية التي تقدر مدة صلاحيتها ب10 سنوات. يتم إرسال رسالة قصيرة للمواطن لكن بعد تفعيل البطاقة. بعد أن تصل له رسالة نصية دونك يتقدم البلدية وين تدفع الدوسي تاعو، هناك يقوم عون المكلف بالتسليم بالبحث عن معطيات الشخص حيث يجد الملف على مستوى المديرية. كل رخصة سياقة قبل تسليمها للمواطن يجب تفعيلها من خلال الربط المباشر مع المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات. ربما من أكبر المزايا التي توفرها البطاقة البيومترية الجديدة أنه سينتهي مع عهد الوساطات لاسترجاع رخصة السياقة، فضيع كل النقاط سيكلف فقدان الرخصة كليا وإعادة الامتحان، ما يجبر السائقين على احترام قواعد المرور وتجنب وقوع أرواح.